الرحمن الرحيم، يا أهلا وسهلا بالجميع. اليوم عندنا تدشين حملة جمع بذور الغاف لسنة 1444-2023. خلينا نشوف التقطيع مع بعض. عم بدأ إن شاء الله أعداد المتطوعين. الله يجزاهم الشباب تنظيم، الله يعطيهم العافية الشباب. الانطلاقة ان شاء الله الانطلاقات القادمة تكون افضل، وفي نفس الوقت باذن الله احنا نحقق رؤية المملكة 2030. قبل صور منه وتكلم منه وعلم الناس. نصور المصورين. يعطيكم العافية، مشكورين. توقيع خروج يا شباب، اللي ما يودع خروج ولا ساعات الله يعطيكم العافية. والله يعطيهم العافية. مع البذور ما شاء الله. امشي اللي وراك، امشي باقي اللي وراك. طبعا الاستاذ عبد العزيز العقيل من جمعيه خطوط الخضراء جايين من الرياض، الله يعطيهم العافيه، جو الى الحسا عشان يشاركوا في المبادره، مبادره جمع بذور الغاف. عبد العزيز العقيل او العقيل احسن خلاص العقيل مشرفنا من الرياض جمعيه افاق خضراء. عطك والله العمل اللي يعملونه الاخوان هنا حقيقه، يعني انا تابعه وانت عارف من فترات طويله ومن سنوات من قبل كورونا. عمل يستحق الاشاده، عمل منظم، اهتموا بشجره الغاف الاحمر. ان شاء الله اعمالهم هذه ستساعد على اعادتها لعهدها السابق. اليوم برضو نفرح بانطلاقه الجمعيه في الأحساء، وبعد ما رخصت تكون هذه أول فعالية بالتعاون مع الجهات الموجودة هنا. وجود الأخوان الآن المشاركين من جميع الأعمار والله الحمد ومختلف المستويات شيء مفرح. بمشيئة الله لن تكون هذه الأخيرة، وهي سلسلة والله الحمد قائمة كم لها 6 سنوات الحين أحمد، من 2018 حتى الآن، وكل سنة تتطور أكثر وأكثر، وبنشوف نتائجها على المستقبل لاجيالنا القادمه. الله يحييك، طول لي عقيل. ناخذ كلمه من استاذ عمار بحويح. اليوم انطلقت الجمعيه. الجمعيه طبعا الحمد لله انطلقت في 2/11/1444 جمعيه البيئه الخضراء، وهذه تعتبر اول مبادره بيئيه نقوم فيها، وهي جمع بذور الغاف الأحمر طبعا بالتعاون مع جمعية التنمية بالعمران. وإن شاء الله بإذن الله تكون هذه المبادرة الأولى، وتكون انطلاقة إلى مئات المبادرات بإذن الله اللي تحمي بيئتنا وتحقق بإذن الله نماء في القطاع النباتي وتحقيق رؤية المملكة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر بإذن الله. طبعا بإذن الله احنا يعني انت شايف المكان، وان شاء الله يعني مكان جميل صراحة فعلا. ونتمنى ان احنا نحافظ عليه ويكون يعني استمرار للأجيال القادمة بإذن الله. بإذن الله يعطيك العافية يا استاذ عمار، الله يحفظك، وان شاء الله بداية قوية ان شاء الله ما قصرت. يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ والعزيز والاستاذ الحبيب احمد 50، اول شيء من زمان طبعا انا ما شفت احمد من زمان، جدا من زمان من قطع، ولكن يشهد الله اليوم. انا تدري وش اكثر شيء فرحني؟ لما شفتك مبتسم، لما شفت العدد الكبير من المتطوعين والتنظيم الرهيب حق الجمعيه الجديده اللي اليوم بدات اول مبادراتها، ففرحت صراحه. لان يا احمد انت يعني ثابرت ولا زلت، وامنت بهدفك واخلصت له صراحه. انا يعني هذه شهاده لله، انا معاك من بدايه هالغابه، من البدايه كنت وياك من البدايه، كنت اشوف بس سبقتني عليها وكنت اشوف اصرارك والتحدي والتفاني وايمانك بالهدف، والحمد لله اليوم صراحه انا شفت ثمره من الثمار اللي الله سبحانه وتعالى منبها عليك يا احمد. فاعطيك كلمه احمد. تفكر عن الشجار ولا بشكل عام؟ بشكل عام اللي صار اليوم. الشجار خلاص، اللي يبغى معلومات عن الشجاره يروح حق وثائقي
حسناء الجزيرة. حسناء الجزيرة موجود على صفحة جميل. فريق أصدقاء الحياة الفطرية. جميل. تكلم عن اليوم صار اليوم. أول شيء بصراحة الأخ باقر يعني ما قصر ويانا من 2018 وهو يشارك ويتعلم ويعلم بصراحة يعني الصديق العزيز الوفي في الأمور هذه. الله يعزك. الحمد لله يعني تطور كبير جدا في المبادرة. أول ما بدينا أتذكر يعني كنا منظمينها فعالية أطفال وجمعنا شوي وما أدري إيش ونعلمهم. بعدين جاتنا كورونا وكورونا اشتغلنا على شيء بسيط. كم نفر جينا 5 أنفار بس بكماماتنا وكل واحد الحالة وكل واحد بعيد عن الثاني ونجمع. بعدين السنة اللي بعدها زدنا شوي اللي بعدنا زدها شوي. السنة هذه الحمد لله يعني لما صار الشغل مع جمعيات يعني العام الماضي كنا مع جمعية يعني الله يذكرهم بالخير جمعية الحليلة ما قصروا بصراحة العام الماضي واللي قبله. لكن هالسنة الحين صرنا 3 جمعيات متعاونين في هالمبادرة. فهالشيء لما يكون عمل ما أدري إيش اسمه يعني عمل منظم عمل مؤسسي في مؤسسة تشتغل يعني مو فرد واحد. كنت أنا من أول وأنا أشتغل وأوصي كم واحد من الشباب يسوون يساعدوني. لكن الحين لا في توزيع كبير للمهمات في عمل كبير يعني طاقم كبير شباب يشتغلون. فهالشيء يخلي النتائج تكون مبهرة أكثر يخلي النتائج تكون مستدامة أكثر. لو في المستقبل أحمد بخمسين ما قدر يسوي شيء صار له ظرف توفى ما أدري إيش صار إن شاء الله بهالطريقة العمل المؤسسي المبادرة تستمر حتى ما بعد أحمد. فعشان لا يصير إنها مبادرة رجل وهالرجل يروح ويروح وياه كل الشغل لا خلص رجل مؤسسي يستمر إلى الأجيال القادمة تستمر تشتغل وتجمع بذور وتزرع وتهتم بالأحياء المحلية نباتات المحلية كل هالأمور إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك العافية أحمد. ومن حسن إلى أحسن إن شاء الله. أشكر وقصة.